بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آملنا وآمن روعاتنا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، وألحقنا بهم على خير حال يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن في آخر باب العبودية، والإسلام يقوم على العبادة والعبودية والعبودة. فالعبادة هي حال الجوارح، والعبودية هي حال القلب، والعبودة هي حال الأرواح. إياك نعبد عبادة، وإياك نستعين عبودية، واهدنا الصراط المستقيم عبودة. فالإسلام منشأه على الثلاث مقامات، فالعبادة إسلام، والعبودية إيمان، والعبودة إحسان. والعبادة كسب، والعبودية أحوال، والعبودة مقامات، أو قل أن العبادة شريعة، والعبودية طريقة، والعبودة حقيقة، هكذا الأمر. فوقفنا عند كما قال الواسطي: احذروا لذة العطاء فإنها غطاء لأهل الصفاء. لأن العطاء فيه حظ للنفس، وكل ما فيه حظ للنفس كان حجابا عن الله. فاحذروا لذة العطاء بالانشغال بالعطاء عن المعطي وبالنعمة عن المنعم، فقد تكون حجاب. فإنها غطاء لأهل الصفاء، أي حجاب. كلما زاد العطاء زاد الانشغال بالعطاء عن المعطي. وقال أبو علي الجوزجاني: الرضا دار العبودية، والصبر بابه، والتفويض بيته. فالصوت على الباب، والفراغ في الدار، والراحة في البيت. الصبر كسب عبادة، والرضا حال من الأحوال فيكون عبودية، والتفويض تسليم مقام فيكون عبودة. فبين أن الأمر يبدأ كسبا بالصبر، فالصوت على الباب لأنه أعمال وكسب ومكابدة صبر، فالصوت يكون بالدعاء، يكون بالعبادة، يكون بالكسب، تنادي من بالدار. فأنت على الباب تنادي من بالدار بالدعاء: اللهم أدخلني في رحمتك. فأنت ما زلت بالباب مكابدا مكتسبا، فإذا فتح الباب دخلت في فراغ البيت، فرضيت بالفتح، فدخلت وحدث لك حال الرضا. وأردت أن تستقر في المقام ففوضت الأمر، فهذا هو الاستقرار. فالفراغة في الدار، والراحة في البيت. فالراحة بالتفويض، والفراغة اللي هي الفراغ من مكابدة الأعمال، حيث الراحة بالرضا بالأحوال. فالفراغة في الدار، والراحة في البيت. بين أن الأمر كله، العبودية كلها مبدأها الصبر، وأوسطها الرضا، وآخرها التفويض. مبدأها الصبر، والصبر هو العبادة، لأن الصبر يقتضي الدعاء والمكابدة، والدعاء مخ العبادة.
هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرضا، اذا رضيت بما اقامك قل دعائك في الطلب فاصبح دعائك ثناء وطلب للتذلل لا لرفع ما انت فيه، بل رضيت بما اقامك فصرت في الرضا، فاسترحت بعدم تعلقات القلب بما ليس في يدك. ثم بعد ذلك شعرت بأن هناك من يدبر الأمر ورضيت بتدبيره قبل معرفة التدبير ففوضت الأمر لله. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: كما أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول عنه، فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه ما دام. لوازم العبودية الفقر والضعف والذل والعجز، أربع حاجات. طالما أنت عبد فأنت فقير، ذليل، ضعيف، عاجز. والربوبية صفتها النقيض، الغنى والعزة والإرادة والقدرة. فإذا سلمت نفسك وقمت بحقوق العبودية غطاك بأوصاف الربوبية، فانقلب فقرك إلى غنى وعجزك إلى قدرة وضعفك إلى قوة وذلك إلى عز. كلما تحققت بالعبودية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيجيبك فيقلب أوصافك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فإذا استغنى يطغى، أما إذا افتقر إلى الله غطى فقره بالغنى وذله بالعز. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالربوبية نعت للحق سبحانه وتعالى دائم له، والعبودية صفة فيك مغروزة فيك مخلوقة فيك لا تستطيع أن تنفك عنها أنت. فإن قمت بحقوقها غطاك الله بأوصاف الربوبية فصرت خليفة بحق. وأنشد بعضهم: فإن تسألوني قلت ها أنا عبده، وإن سألوه قال هذاك مولاي. فهو عبد على كل حال، إذا سألوا الله عن عبده قال هذا مولاي، يعني هذا عبدي، وإن سألوني قلت ها أنا عبده. فأنا عبد على كل حال من كل جهة، فمن جهة الربوبية فأنا عبد، ومن جهة العبودية فأنا عبد. فإن بدأت بالربوبية فسألتها فوجدت العبودية، وإن بدأت بالعبودية فتحققتها وجدت أنك ما زلت فيها منغرس فيها. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، يعني علشان تفهم أن مهما ترقيت في وصولك إلى الله فليس الأمر منك وليس لخصيصة فيك، بل بفضل الله أظهره عليك، فإن الفضل لله يؤتيه من يشاء. فلا تعجب ولا تتكبر ولا تظن أن لك خصوصية على سائر خلق الله، بل هو الذي غطاك وهو الذي سترك وهو الذي رفعك بغير فضيلة فيك بذاتك، فأنت عبد كسائر العباد، أنت وفرعون عنده سواء، فهذا عبد وهذا عبد. ولكن لما رقاك جعلك محل ظهور توفيقه فوفقك، والآخر جعله محل ظهور خذلانه فقهره. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت النصر بادي يقول: العبادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب الإعواض والجزاء عليها. العبادات أي المكابدات والسلوك إلى الله لابد أن يتوفر فيه شروط صحة وأركان وسنن وآداب وغير ذلك،
وأنت مجبول على التقصير، فمهما حرصت لابد أن يكون هناك نوع تقصير. ولذا فهي إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب الجزاء والثواب عليه. وكأن العبادة كفى بها شرفا أن يقبلها الله، فإن قبلها الله هذا هو الشرف الحقيقي، فلا تنتظر بعد ذلك المقابل، يكفي أنه شرفك وقبلها منك مع وجود التقصير فيه. وسمعته يقول، سمعت النصر باذي يقول: وكأن العبادات التي هي أول باب للعبودية جعلها الله علامة للوصول وليست سبب للوصول، فالذي يوصل هو الله. فلا تظن أن العبودية هي أعواض مترتبة على العبادة التي فعلتها لأنك أحسنتها، لا تظن ذلك، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى الربط بينها ربط عادي لا علة ومعلول. فالفضل من الله أولا وآخرا، لا لكثرة عبادتك ولا لقلتها ولا لحسنك فيها ولا لتقصيرك فيها، بل هو الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فجعل الأشياء لها ارتباط عادي وليست ارتباط علة بمعلول. وسمعته يقول: سمعت النصر بذي يقول: العبودية إسقاط رؤية التعبد في مشاهدة المعبود، يعني لا ترى لنفسك فعل مع المعبود. إذا رأيت الله هل ترى معه شيء؟ فإذا رأيت معه شيء تكون هناك فرق فارق، والعبودية حال فيه الجمع، والعبادة حال فيها الفرق. فإذا نظرت في مقام الجمع بالفرق لم تكن في مقام الأدب. ولذا العبودية إسقاط رؤية التعبد في مشاهدة المعبود، أي لا تظن أنه إذا أدخلك في مقام في حال العبودية أدخلك لأنك أحسنت عبادته، بل أدخلك بمحض فضله وكرمه. فإن رأيت أنك دخلت بمحض عبادتك فرأيت عبادتك حال عبوديتك، فكأنما قلت على لسان قارون: إنما أتيته على علم عندي. وهذا لا يليق، لا يليق بمن عرف الحق وعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وسمعته يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت الجريري يقول: سمعت الجنيدي يقول: العبودية ترك الأشغال والاشتغال بالشغل الذي هو أصل الفراغة. العبودية ترك الأشغال المشغلة عن الحق، كل ما يشغل عن الحق تتركه، ده حق العبودية. أنت عبد لله فتنشغل بغيره، لابد أن تنشغل بسيدك. إذا كنت أنت عبد عند سيد تذهب تخدم سيد آخر، هذا أدب؟ هل يرضى عنك سيدك وأنت تخدم سيد آخر؟ فالعبودية ترك الأشغال أي التي تشغلك عن الحق سبحانه وتعالى، كل ما يشغل عن الحق تتركه. والاشتغال بالشغل الذي هو أصل الفراغة، والاشتغال بمرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى من كل المشاغل، فيستريح القلب، لأن صرت عبدا لواحد بدلا من أن تكون عبد لشركاء متشاكسون. هل الذي يكون عبدا لشركاء متشاكسون كرجل سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فهذا هو أصل الفراغ، أن يكون خدمتك لسيد واحد بدل أن يكون خدمتك لأسياد متعددين. باب الإرادة، وهي من أبواب الوصول ومن أسباب الوصول. الإرادة، الإرادة أصلها هي نهوض القلب إلى الله، فهي صفة للقلب، نهوض القلب في طلب الحق،
دي اصل الاراده، اي تريد الله لا شيء سواه بقلبك بقلبك. فاذا استقر الامر في القلب انشغلت الجوارح في الطلب، فاذا انشغلت الجوارح في الطلب طلبت النية والقصد. فالارادة بالنسبة لتوجه القلب الى الله كالنية بالنسبة لعمل الجوارح. فالنية لعمل الجوارح لابد منها في بداية العمل، في بداية الفرض، في اول الفرض. وكأن الإرادة هي أول فرد في نهوض القلب إلى الله، أن تحددها أن تكون لله عز وجل، ولم يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون جنته، يريدون ثوابه، يريدون متعته، يريدون وجهه. فهذه الآية تتكلم على الصوفية، على أهل الإحسان، على مقام أهل الإحسان، لا على مقام أهل الإيمان ولا على مقام أصحاب اليمين، بل لمقام المقربين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، أي قاموا بإرادة إلى الله، أي بنهوض إلى الله غير متوانين لحظة، في كل لحظة هو يريد الله. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عويد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا الحكم بن أسلم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. أي أن الإرادة لابد أن تكون بإرادة الله، الإرادة في القلب لا تنشأ إلا إذا أرادك الله أولا. فإذا أرادك أولا أوقع الإرادة في قلبك لتريده، فتبدأ في الصورة مريد وفي الحقيقة مراد. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، أي في طاعته. فقيل له: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. يوفقه لعمل صالح قبل الموت، صالح يعني مقبول، صالح يعني لا رياء فيه ولا يطلب فيه عوض، وأن يكون صحيح على وفق شريعة الله وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقه لذلك قبل الموت كأنه أراد به الخير، فتكون الإرادة بالتوفيق، فتكون الإرادة بالتوفيق. والإرادة بدء طريق السالكين، السالك إلى الله والسلوك إلى الله بالقلب. فالإرادة صفة للقلوب لا للجوارح. والإرادة بدء طريق السالكين، وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى. وإنما سميت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر، فما لم يرد العبد شيئا لم يفعله. تملي العبد لا يفعل الشيء إلا إذا أراده، فهي مقدمة لكل شيء. فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل سمي إرادة، تشبيها بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها، اللي هي النية يعني. فكأن الإرادة في أعمال القلوب كالنية لأعمال الجوارح، هي المقدمة. فأعمال الجوارح تبدأ بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية تكون في أول الفرض غالبا، ويكون مقصدها تمييز العبادة من العادة. والإرادة في أول سلوك القلب إلى الله،
فهي قصد القلب ونهوضه إلى ربه سبحانه وتعالى وتفريغه عن الشواغل. والمريد على موجب الاشتقاق من له إرادة، يعني المريد معناه إيه؟ له إرادة، أراد إرادة فهو مريد، ده من ناحية الاشتقاق اللغوي. كما أن العالم من له علم لأنه من الأسماء المشتقة، ولكن المريد في عرف هذه الطائفة اللي عند المتصوفة من لا إرادة له في الحقيقة. المريد هو الذي سلم قلبه لإرادة مولاه، فالمريد من لا إرادة له بذاته، بل إرادته هي إرادة مولاه. فالمريد عند الطائفة من لا إرادة له، أي لا اختيار له، أي لا اختيار له مع مولاه. فمن لم يتجرد عن إرادته أي اختياره إلى اختيار مولاه لا يكون مريدا، لأنه لو كان له اختيار لكان مريدا لاختيار نفسه لا لاختيار ربه. كما أن من لا إرادة له على موجب الاشتقاق لا يكون مريدا. فالمريد عند الطائفة بل ليس من له إرادة، بل من لا إرادة له، بمعنى لا اختيار له مع الله. وتكلم الناس في معنى الإرادة فكل عبر على حسب ما لاح لقلبه، فأكثر المشايخ قالوا الإرادة ترك ما عليه العادة، وعادة الناس في الغالب التعريج في أوطان الغفلة، والركون إلى اتباع الشهوة، والإخلاد إلى ما دعت إليه المنية، يعني البغية أو كل ما تشتهي النفس وتتمناه. عادة الناس كده، تلاقيه يحب يقعد مع الناس يأنس بيهم، ويحب يقعد يمتع نفسه إما بطعام أو شراب أو بلذة حديث أو بمكان فيه نوع متعة أو شيء من هذا، فهي ركون في مواطن الغفلة وإخلاد إلى الراحة وإخلاد إلى النعم ونسيان المنعم. أما الإرادة هي ترك ما عليه عادة الناس، ترك كل ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. والمريد منسلخ عن هذه الجملة، يعني عن كل عادات تريدها النفس وتركن إليها حتى يكون كل نهوضها إلى الله. والمريد منسلخ عن هذه الجملة فصار خروجه إمارة ودلالة على صحة الإرادة، فسميت تلك الحالة إرادة، وهي خروج عن العادة. فإن ترك العادة أمارة الإرادة. العادة أن الواحد عايز يأكل لما يشبع، وينام لما يشبع، ويلبس لما يزهق، ويعمل كل حاجة لما يعني ياخد إلى السمالة زي ما بيقول. لا، التاني بقى لا ينام إلا غلبة، ولا يأكل إلا إذا جاع، حتى لا ينشغل بأي شيء إلا لمولاه، ويكتفي من الزينة بقدر الضرورة، وأحيانا بقدر الحاجة على حسب ما تدعوه إليه، فليس منشغلا بجمع الدنيا ولا حطام الدنيا ولا التلذذ بها ولا التنعم بها، بل كل انشغاله هي أن ينهض إلى ربه. فأما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب الحق سبحانه. تجد الناس كل نهوضهم في طلب الدنيا، يجمعون حطامه. أما المريد السالك كل نهوضه في الوصول إلى الله في كل لحظة وفي كل نفس، هذا يريد الحق وهذا يريد الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم الدنيا تنافسوها، في حين أن المفروض أن تتنافس في أمور الآخرة، أن تحرص على أمور الآخرة، وفي الدنيا تسعى فيها تمشي فيها، وأمور الآخرة تسعى إليها. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة. وفي أمور الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهكذا، فتجد من له إرادة
يؤثر في أمور الدنيا غيره وينافس في أمور الآخرة غيره، لأنه يريد الحق، يريد الله، لا يريد الدنيا لعلمه بفنائها. فأما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب الحق سبحانه، ولهذا يقال إنها لوعة تهون كل روعة. اللوعة اللي هي حرقة الحب والشوق في القلب، فتملي المحب المشتاق يتحمل كل أهوال في طريقه إلى محبوبه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول حكيا عن ممشاد الدينوري أنه قال: مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها، جد منذ علم مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمازح فقيرا. يعني المريد الفقير ده ما عندوش هزار، عنده حتى كل كلمة ولو تتقلب بالهزار يعتبرها إشارة من الحق، بمعنى يريد وصوله إليه، لأن الله لا يكلمك إلا عن طريق ألسنة الخلق، الله لا يكلمك بغير حجاب، فأنت لست سيدنا موسى فيكلمك تكليما، ولست من الأنبياء، أنت إنسان عبد عادي فيكلمك من خلال الأكوان بألسنة الخلق، وألسنة الخلق أقلام الحق. فلما كان الفقير يفهم ذلك ما عندوش مزاح، أي كلمة يسمعها ولو واحد بينادي على سلعة في السوق وطرقت أذنه يفهم على طول إن لها معنى. زي ما ضربت لك المثال لسيدنا الإمام الشبلي، ماشي في السوق سمع الرجل بتاع السوق بيقول الخيار بدرهم، فقال: إذا كان الخيار بدرهم فالأشرار بكم؟ التاني بينادي على الخيار وده فهم الأخيار، يبقى لما بينادي والتاني برضه بيسمع واحد بيقول زعتر بري، زعتر بري، سمع منها اسعى ترى بري، اسعى ترى بري، فهو يفهم أن كل لفظة يسمعها ما هي إلا إشارة من الله يريد أن يوصلها إليه. وعلشان كده بيقول لما سيدنا ممشاد الدينوري بيقول: أنا عرفت خلاص إن الفقراء بحق إلى الله دول ما عندهمش حاجة اسمها هزار، تقول له كلمة بالهزار ياخدها محمل الجد، كله ليه معنى عنده يحولها. مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم أمازح فقيرا، وذلك أن فقيرا قدم علي فقال: أيها الشيخ أريد أن تتخذ لي عصيدة. يعني جاع جوعا شديدا لأنه متفرغ لعبادة ربه لا يتكسب، فلما جاع جوع شديد وجد أنه لا يناسبه إلا عصيدة، نوع من الطعام اللي هو ما يحتاجش أن الواحد يندغه كتير. فراح لسيدنا ممشاد الدينوري، ده راجل شيخ كبير مربي، فهمه فاهم المربين، مش رايح لأي حد تاني، عشان يعمل له عصيدة أو يدبر له حاجة يعملها يأكلها بسرعة حتى لا ينشغل عن عبادة ربه، حتى في طعام يأخذ وقت فيه أو علاج في أكله. فجرى على لساني إرادة وعصيدة، إحنا عندنا الإرادة سقوط الاختيار، وإنت الوقت بتختار عصيدة إزاي؟ يقول له إرادة وعصيدة، حاجة غريبة دي، هو بيقصد يهزر معاه. فتأخر الفقير ولم أشعر به، فراح الفقير سالت نفسه من قدام الشيخ ومشي. فأمرت باتخاذ عصيدة، فقال للخادم: اعمل له عصيدة يا سيدي الرجل اللي على الباب ده. وطلبت الفقير، بعد ما عملها بيطلب الفقير ما لقاهوش فلم أجده. فتعرفت خبره فقيل لي إنه انصرف من فوره وكان يقول في نفسه: إرادة وعصيدة، إرادة وعصيدة، وهام على وجهه حتى دخل البادية ولم يزل يقول هذه الكلمات حتى مات، لأنه اكتشف من كلمة الشيخ دي انه هو ضيع عمره اللي فات ده كله في إرادة خطأ، وان ما زالت نفسه مختارة ولا بد ان يكون فقد اختياره. فكأن الشيخ اراد ان يعني يخفف عنه، يهزر معاه بلغة المصريين كده، هو ما خدهاش هزار، هو خدها إشارة وعلامة من الشيخ انه مناقض لنفسه وانه ما زال له اختيار مع ربه، معلش كده بطل بقى يهزر مع الفقراء.
سيدنا منشار الدينون، او قتلته كلمة، قتلته كلمة لانه من شدة شوقه الى ربه شعر ان اختياره اخره عن الوصول الى محبوبه. وعن بعض المشايخ قال: كنت بالبادية وحدي فضاق صدري، فقلت يا انس كلموني، يا ناس يعني، يا ناس كلموني، يا جن كلموني. فهتف بي هاتف: ما تريد؟ فقلت اريد الله تعالى. فقال: متى تريد الله؟ يعني الادم انت عايز الله بتنادي على الانس والجن ليه يعني؟ اذا كنت انت عايز ربك، اللي عايز ربه يقول يا انس كلموني ويا جن كلموني، طب ما يقول يا رب. يعني ان من قال للجن والانس كلموني متى يكون مريدا لله عز وجل، والمريد لا يفطر اناء الليل والنهار، فهو في الظاهر بنعت المجاهدات، وفي الباطن بوصف المكابدات. يبقى في الظاهر عابد، وفي الباطن في القلب يعني بوصف المكابدات اللي هي العبودية، التحقق بمقامات العبودية. فارق الفراش ولازم الانكماش اللي هو الخمول، مش عايز الشهرة، مش عايز الناس تعرفه علشان ما تشغلوش عن ربه. فارق الفراش تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني فارق الفراش ولازم الانكماش وتحمل المصاعب اي العبادات الشقة على النفس، وركب المتاعب وعالج الاخلاق اي الاخلاق الزميمة، ومارس المشاق وعانق الاهوال وفارق الاشكال، كما قيل. ثم الاشكال اللي هم يعني ايه الاقران، يعني فارق اشكاله يعني اقرانه حتى لا يشغلوه، لانه قالوا من علامة الافلاس الاستئناس بالناس، كما قيل. ثم قطعت الليل في مهمه لا اسد اخشى ولا ذيبا، يغلبني شوقي فاطوي السرى، ولم يزل ذو الشوق مغلوبا. يعني برغم اجتهاده ده كله لم يزل ذو الشوق مغلوبا، اي مغلوبا على امره، اعتراف بالعجز اي طلب القوة من الله، اي انه ما زال بالرغم اجتهاده هذا لا يرى ان له اجتهاد، بالرغم يعني تفرغه هذا لا يرى ان له تفرغ، بالرغم سقوط اختياره ما زال يرى ان له اختيار. من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ فكأنه في اخر البيت اراد ان يتبرى عما نسبه لنفسه في اول البيت، فهو نسب لنفسه انه قطع وانه لا يخشى وانه غلبه شوقه فطوى مسافات السرى يعني الليل السير ليلا، ولم يزل ذو الشوق مغلوبا اي لا يرى لنفسه فعل بعد ذلك كله، فكأنما بعدما ذكر ان له فعل تبرى من فعله في الاخر حتى يراعي الادب. وهذا فيه طلب القدرة من الله، فكأنه في آخر البيت قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الإرادة لوعة في الفؤاد ولدغة في القلب. الفؤاد اللي هو مركز القلب، مركز القلب يسموه الفؤاد. لوعة في الفؤاد يعني حرقة، ولذعة في القلب يعني مرارة، زي ندم يعني. غرام في الضمير، ويبقى ضميره اللي هو مجموع قلبه وفؤاده وعقله يسموه الضمير، بمجموع القلب والفؤاد والعقل كل ده يسموه الضمير. غرام في الضمير اي مغرم في هذا كله بالوصول الى محبوبه. انزعاج في الباطن، نيران تتأجج في القلوب، نيران الشوق الى المحبوب. كل هذا هو الذي يجعله متحرك في الظاهر للوصول الى ربه، ينهض. انت دلوقتي عشان تشغل العربية مش لازم يحصل حاجة اسمها احتراق، دورة احتراق جوه الموتور عشان تحرقها، يقوم الاحتراق ده يتولد منه غازات، الغازات دي تقوم تحرك المكنة، تقوم العجل يدور، تقوم تمشي. هو نفس القصة، ما انت مكنة، انت بني ادم مكنة برضه،
لازم يتولد جواك طاقة وحرارة توجهك إلى ربك، فلا توجهك إلى ربك إلا إذا كنت مشتاقا إليه، وإلا تتوجه إلى حيث أردت، فإن أردت الدنيا توجهت لدنيا، وإن أردت الله توجهت إلى الله. فهو يصف حالك. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن عبد الله يقول، سمعت أبا بكر السباك يقول، سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان بين أبي سليمان وأحمد بن أبي الحوار عقد. سيدنا أبو سليمان الداراني كان مربي كبير، شيخ مربي كبير، وسيدنا أحمد بن أبي الحوار كان تلميذ من تلامذته، فكان عملوا عقد مع بعض. قال له: طالما اتخذتك أنت شيخي ما تقوليش حاجة اللي هنفذها بلا تفكير، يعني هخرج من إرادتي إلى إرادة شيخي، حتى يعلم نفسه بعد ذلك ترك الإرادة. لا يخالفه أحمد في شيء يأمره به. فجاءه يوما وهو يتكلم في مجلسه، قال الشيخ مرة، والشيخ قاعد بيكلم تلامذته، مشغول بيكلم تلامذته، وقابل حوار جاله من جنب كده بيكلمه، بيقول له: إن التنور قد سجر. قال له: يعني الفرن خلاص بقى حامي، أعمل إيه؟ أخبز يعني، أعجن، أطبخ، أعمل حاجة للناس دول، ولا أعمل إيه؟ يعني بيوضب حاجة علشان تلامذة الشيخ. إن التنور قد سجر، فما تأمر؟ الشيخ مشغول مع تلامذته، فلم يجبه، فقال مرتين أو ثلاثة. فقال أبو سليمان: اذهب فاقعد فيه، علشان إيه؟ تعبه يعني. كأنه ضاق به قلبه وتغافل عنه أبو سليمان ساعة. وبعدين إيه سيدنا أبو سليمان تغافل عنه؟ يعني انشغل بتلامذته شوية كده، وافتكر إن قال له اقعد فيه، وعارف إن بينه وبينه عقد، وما عندوش هو يمر هيروح يقعد في التنور. كأنه ضاق به قلبه وتغافل عنه أبو سليمان ساعة، ثم ذكر فقال: أدركوا أحمد فإنه في التنور، الحقوه، لأنه آل على نفسه ألا يخالفني. فنظروا فإذا هو في التنور لم تحترق منه شعرة. ده دليل إن ترك الإرادة إلى إرادة الله يكون من علاماتها خرق العادة، دي ثمرة ترك الإرادة. يبقى هو أنا بيوصف لك هنا في القصة دي ثمرة ترك الإرادة، ثمرة ترك إرادتك إلى إرادة الله حتى تصير مريدا مرادا، هي خرق العوائد في الظاهر. وسمعت الأستاذ أبا علي يقول: كنت في ابتداء صبايا محترقا في الإرادة، وكنت أقول في نفسي: ليت شعري ما معنى الإرادة. يعني في بداية أمره كان هو يعني مشغول بالنهوض إلى ربه ليل نهار، وبالرغم من كده بيبحث عن الإرادة التي توصله إلى الله. لأن الإنسان المفروض أنه يتهم نفسه في كل لحظة، يعني يكون وهو منشغل بعبادة ربه يتهم نفسه بأنه مقصر. وقيل من صفات المريدين التحبب إليه بالنوافل. المريد بقى لها صفات عديدة، تلاقي نوافل الخير كثيرة يعملها كتير، مشغول بإيه؟ بالنوافل. طبعا من باب أولى يكون الفرائض، مش يسمع أذان الظهر يقعد يصلي 1000 ركعة وما يصليش 4 ركعات الظهر، ده يبقى خيبان، ده مش فاهم. يعني لازم الأول يعمل الفرائض، بعد الفرائض يبقى إيه؟ يتحبب إلى الله بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، طبعا بعد الفرائض، لأن لا ما تقرب عبدي إلي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره، هكذا. فكنت سمعه، كنت بصره، يعني بقى أصبح لا إرادة له، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يتكلم، وبي يسعى، يعني فقد إرادتي، صار عبدا ربانيا يتحرك بإيه؟ بإذن الله وإرادة الله. التحبب إليه بالنوافل والخلوص في نصيحة الأمة، يعني الإخلاص في نصيحة الأمة، يعني ينصح أمة المسلمين لله، لا ليقال أنه ناصح، ولا ليقال أنه مصلح، ولا ليقال أنه داعية، ولا ليشتهر بين الناس، بل لله خالصة. والأنس بالخلوة، ويأنس بالخلوة، والصبر على مقاسات الأحكام
أحكام الله في عباده وفي نفسه وأقداره في عباده، يصبر عليها ويرضى بها، يصبر أحيانا ويرضى أحيانا، ويفوض أحيانا، وهكذا يتقلب في الطريق الموصل إلى الله. والإيثار لأمره، ويؤثر أمر الله على طلب نفسه، والحياء من نظره لدوام مراقبته لربه، فهو ناظر إليك، قادر عليك، وهو معك. الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي، اللي هي ثلاث أعمدة المراقبة. مقام الإحسان يقوم على ثلاث أحوال: ناظر إلي، قادر علي، وهو معي. الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. فإن كان قادر عليك وتعلم أنه ناظر إليك وأنه معك، استحييت أن تؤذي إنسان، أو أن تغفل عن ربك سبحانه وتعالى، أو أن تفعل معصية وهو ناظر إليك. والإيثار والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، يعني يكون مجتهد في النهوض إلى ربه، فلا يضيع وقته بالطعام والشراب والانغماس في اللذات وغير ذلك، والتعرض لكل سبب يوصل إليه. كل سبب يوصل إلى الله لا يتعرض إليه، يرحمكم الله. والقناعة بالخمول، ويبقى راضي بعدم الشهرة، مش عايز حد يعرف حاله مع ربه، حتى لا ينشغل بالناس الذين يلتفون حوله يريدون أن يستفيدوا منه فيقطعونه عن ربه. والقناعة بالخمول، وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل إلى الرب، ويبدأ القلب متقلب، وسمي القلب متقلب لعدم قراره حتى يصل إلى محبوبه. وقال أبو بكر الوراق: آفة المريد ثلاثة أشياء. يعني آفة المريد ثلاث أشياء ممكن تشغله عن الوصول إلى ربه: التزويج، لأنه ممكن ينشغل بالزوجة، تطلع زوجة متعبة تقرفه، تقول له عايزة وعايزة وعايزة وعايزة، عايزة كل يوم حاجات، يبقى معناه هيشتغل طول النهار، طول النهار يجيب، كل ما يجيب يشتري، وكل ما يشتري عايزة تاني ويشتغل تاني، وتشغله، طلباتها لا تنتهي. لكن لما تبقى زوجة كده مريدة زيه، هتريح، سيبقى وهو بيتجوز يعني في مجازفة، هو ونصيبه، فربنا يستر. مش معنى كده يترك التزويج، لا، يتزوج، لكن يقول يا رب استر، فيها نوع من المخاطرة. آفة المريد ثلاثة أشياء: التزويج، وكتبة الحديث، يعني الانشغال بالعلم، فقد يشغلك العلم عن المعلوم، يستغرق وقتك كله، تقعد تتعلم في العلم، العلم فروعه كتير، وكل باب تحتيه أبواب وفصول، وكل فصل تحتيه فروع، وكل فرع تحتيه أمثلة، وشغلانة كبيرة. فالعلم أحيانا يشغلك عن المعلوم، لأن العلوم المطلوبة للوصول إلى ربك محدودة. إزاي تحسن الوضوء، إزاي تحسن الصلاة، إزاي تحسن العبادة، إزاي تحسن الإخلاص مع الله، إزاي تنصح للأمة، إزاي تبتعد عن الحرام، دي حاجات كلها في قاعدة واحدة تتعلمها. لكن ممكن العلوم بقى لما تتسع عليك وتنشغل بها، وتقعد تكتبها وتدونها وتفصلها، ممكن تشغلك عن الوصول إلى معلومك. فعليك إذا طلبت العلم لا تطلبه إلا بقدر احتياجك للوصول إلى ربك إن كنت مريدا. والأسفار، والسفر برضو يشغلك، لأنك هتلتقي مع أشرار وأخيار، فالأشرار هيأذوك، والأخيار يشغلوك بالقيام بالأدب معهم، كل دي قواطع تقطعك. وقيل له: لما تركت كتابة الحديث؟ فقال: منعتني عنها الإرادة. يعني هو مش الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الأعراب فقال علمني، فقرأ عليه سورة الزلزلة، فاكتفى الأعرابي وصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل. خلاص، والرجل لما سمع: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، خلاص، قال له: فهمت انا كل حاجة، سلام عليكم، طب ماشي.
الرسول ده وصفه وقال له ايه؟ فكه الرجل خلاص. لا راح بقى لسيدنا ابو هريره يقول لي، قول لي انت سمعت ايه من النبي؟ روى عن سيدنا رسول الله 5700 حاجه و30 حديث سيدنا ابو هريره. ما راحش لسيدنا ابو هريره قال له قول لي رويت ايه وايه وايه، وفي باب الوضوء ايه وفي باب الصلاه ايه، وخلص ويجمع ويبقى راجل يعني من اهل الاسانيد. مش هي دي المساله. وعلشان كده بيقول منعتني الاراده من كتابه الحديث لانه تركها للطائفه القائمه بها. اما ان لم يكن هناك طائفه قائمه بها وربنا جعله في هذا المجال يبقى خلاص يتقنه. وعلشان كده اذا قام به البعض عنك فلا تنشغل انت به، انشغل بما لم يقم به احد عنك، وهو الوصول الى الله والنهوض الى الله. محدش هيقوم به بالنيابه عنك، لكن في حاجات كتيره تانيه الناس بتقوم بالنيابه عنك فيها. وقال حاتم الاصم: اذا رايت المريد يريد غير مراده فاعلم انه قد اظهر بذالته. البذاله اللي هي خبص الطبع يعني، وخبص الطويه. لو لقيت المريد اللي بيدعي ان هو يريد ربه قاعد مشغول في سياسه الدواب والبهائم وجمع حطام الدنيا، ده بين بقى خبص طبعه، ده طلع اونطاجي بقى، ده طلع بيضحك علينا وبيضحك على نفسه. فهمت ازاي؟ يعني واحد عايز يسافر طنطا، طب قاعد في بنها يعمل ايه ده؟ راح بنها يشتغل في محطة بنزين. طب ليه يعني؟ انت اصلا وجيتك طنطا، انت رايح طنطا تقعد تشتغل في محطة بنزين وتقعد بعد كده تلم في البقشيش من الناس؟ وبعدين ده انت دليل انك انت ما كنتش صادق في انك عايز تروح طنطا، ده انت اونطجي بقى. اللي عايز يروح طنطا ما يقفش في بنها ولا يقف في اي حته. فهمت ازاي؟ سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الكتاني يقول: من حكم المريد أن يكون فيه، من حكم المريد أن يكون فيه ثلاث أشياء. يعني علامات المريد أن يبقى فيه ثلاث أشياء. المريد بحق اللي هو الناهض إلى ربه، نومه غلبة، وأكله فاقة، وكلامه ضرورة. يعني ما ياكلش الا اذا جاع واحتاج للطعام فعلا، ولا ينام الا اذا غلبه النوم علشان ما يضيعش وقته فيما لا طائل، وكلامه ضروره لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. فما يتكلمش الا لضروره. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف ربك بيقول إيه: لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فما يتكلمش إلا للضرورة. يجي يقابلك تقعد معاه: يا إيه الساعة دي بكام؟ لا يا أخي والله الجزمة اللي جايبها دي حلوة، وجبتها منين دي؟ لا وبعدين شوف التفصيله دي، انت بقالك سنه ما شفتكش، كنت بتعمل ايه؟ كنت مسافر، طب مسافر ليه؟ كنت في الحته اللي واشتريت ارض هتبنيها دي ولا هتبيعها؟ طب جابت لك سعر، طب كان المتر بكام؟ اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ بنت مين دي؟ قعدت معاه 3 ساعات ضيعت وقتك في كلام فارغ ولا هتستفيد بحاجه، وكان الوقت ده لو قعدت اشتغلت في طاعه ربك كان احسن ليك. وعشان كده يبقى ده مش مريد، يبقى ده اونطجي. ده اونطجي قاعد عامل نفسه ان هو من اهل الفقر الى الله والوصول الى الله، وهو اونطجي كبير بيضحك على الناس وبيضحك على نفسه قبل ما يضحك على الناس. وعلشان كده مفيش داعي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مش كده برضه من حسن اسلام؟ شوف الحديث ده كل الناس حافظاه وقليل من الناس اللي بتنفذه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسمعته يقول: سمعت الحسين بن احمد بن جعفر يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: اذا اراد الله تعالى بالمريد خيرا اوقعه الى الصوفية
ومنعه صحبة القراء. القراء اللي هم العباد المشغولين في تحسين العبادة، للنهار قاعد مشغول بالعبادة عن المعبود، يقوم يحسن صوته صيت بقى، يجي يصلي كده بالناس، تبص تلاقي الجامع كله اتملأ، اصله فلان هيصلي، فاصبح بيصلي ويحسن صوته، وطول النهار قاعد يشرب في ينسون وبتاع ويتنحنح، ويعرف الوقفات اللي هيقف فيها والحاجات اللي بتاع علشان يأثر في الناس ويلعب بقلوبهم، ويبقى يا سلام ويتفق مع شركة صوت القاهرة تسجله، وشركة مش عارف ايه تعمله. قالوا القراء دول هم دول الحجاب الكبير، دول الحجاب الكبير المشغولين بتحسين عبادتهم للناس، لا لله، للناس. لكن اللي ربنا بيحبه صحيح يقعه في الصوفية، اللي هو تلاقيه بيصلي صلاة عادية في الظاهر، لكن يراقب قلبه فيها في الباطن، هل هي لله خالصة ولا لا. وبعدين ده القراء ده ايام مين؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا جعفر بن نصير، ده في القرن يعني الرابع الهجري تقريبا ولا الثالث الهجري، يعني العباد في عصره مش عاجبينه لانهم مشغولين بتحسين العبادة للعبادة، فما بالك لو جاء في الايام دي بتاعتنا يقول علينا ايه؟ ربنا ينجينا يا سيدي. ودلوقتي يتضرب المثال يقول لك اصل فلان اما بيصلي الجامع ايه يبقى على اخره، ربنا ينجي فلان ده، ربنا ينجي فلان وينجي اللي رايح يصلي وراه كمان، لان اللي رايح يصلي وراه نفسه يبقى زيه. مشهور، واحنا قايلين ان المريد يحب الخمول، ما يحبش الشهرة، لان الشهرة قاطع، لان الناس هتتلم حواليك كده زي الدبان، تعف عليك، لما يعفوا عليك هيشغلوك طول النهار عايز تنشهم بقى، هتقعد تنش الدبان ولا هتوصل لربك؟ هتوصل امتى؟ وعلشان كده ربنا ينجينا وينجي المسلمين. لكن على اي حال، في من العباد الصالحين الاولياء في السلوك الى الله بعد كمال الوصول اليه يشهرهم حتى ينتفع الناس بهم، وفي من يجعلهم خالصين له فيعيش ويموت لا يدري بهم احد، وقد يكون اللي هو الذي لم يشتهر يكون حاله يمكن اعلى ممن اشتهر. لا يخلو الزمان من قطب. طب اين قطب الزمان؟ بيجيبوه في CNN، بيطلع في الانترنت، بيكتبوه يعني في الجرائد، محدش يعرف، لو نمرة واحد عند الله في كل زمان اسمه قطب، ربنا جعله خاملا كده محدش يعرفه حتى يكون خالصا له، ولا ينشغل هو بالخلق بل يكون انشغاله بربه. لكن تجد مين اللي مشهورين؟ بوش مشهور اهو، شيطان العصر مشهور جدا، لا يخلو جريدة الا وتلاقي خبر عنه، مش كده برضو؟ طب وفين قطب الزمان؟ لا يوجد اصلا سطر واحد في جريدة ولو بتاع بتتكلم عليه، ولا يعرفوا حتى اسمه. عشان تعرف ان الشهرة علامة مش من العلامات الكويسة يعني اللي تسعى اليها، لكن لو كتبها الله عليك اعرف انها داء ودواء، فربنا ينجي، وداءها اشد من دوائها. وسمعته يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت الرقي يقول، سمعت الدقاق يقول، نهاية الارادة ان تشير الى الله تعالى فتجده مع الإشارة، نهاية الإرادة يعني علامتها أن تشير إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة، يعني تجده فعله مع فعلك موافقا فعلك. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعذني لأعيذن، يبقى أول ما يقول حاجة يجد أن رب سبحانه وتعالى يعطيه ما أراد وما أشار إليه. فقلت فأي شيء يستوعب الإرادة؟ قال له طب وإيه بقى اللي يستوعب الإرادة دي ويخفيها أصلا ويبقى وينتقل منها إلى ما هو أعلى؟ فقال أن تجد الله تعالى بلا إشارة، لأن الفعل أثر، أثر الصفة، والصفة أثر الذات، فاللي مع الإشارة مع الفعل، والذي غاب عن فعله
فباع الصفة، والذي غاب عن الصفة فباع مع الذات في مقام جمع الجمع، يعني الغياب عن الفعل الى الصفة وعن الصفة الى الموصوف. يبقى ده الاعلى، انه لا اشارة له اصلا حيث غاب الفعل في الصفة والصفة في الموصوف في مقام يسموه جمع الجمع او يسموه الفناء. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت عباس بن ابي الصحو يقول، سمعت ابا بكر الدقاق يقول، لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال 20 سنة. يعني مش معناه بقى معصوم يعني، لان معروف ان صح ان الملك اللي على اليمين اللي بيكتب الحسنات اول ما تعمل حسنة يروح كاتبها على طول قبل ما نغير رأيك، يروح كاتبها على طول، واول ما تعمل سيئة يروح باصص للي على الشمال يقول له استنى شوية يمكن يتوب، دي له فرصة، ما تكتبهاش على طول، دي له فرصة يا سيدي، طب شوية، يقول له انا ما نديله فرصة ساعتين، يعني كمان ساعة، يعني هو الدنيا براح، يعني وربنا خلق الدنيا في لحظة، يفضل يصبر في ايه في اللي على الشمال ما يرضاش يكتب السيئات لحد ايه ما يتوب، احدث توبة يقول له خلاص ما تكتبهاش، خلاص يا دار ما دخلك شر. فبيقول هنا معناه ايه، ان لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال 20 سنة، يعني معناه انه حتى لو اخطا يسارع في التوبه، حتى لو اخطا بسرعه يسارع في التوبه والعوده الى الله. يبقى ده مراقب ربه في كل حال، مش معناه صار معصوما، لا، صعب ان الانسان يكون معصوم لان العصمه دي للانبياء، لكن يكون محفوظ على الاقل، يكون في باب الحفظ. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في هذا الباب. وقال ابو عثمان الحيري، من لم تصح ارادته بدارا، يعني بدري بدري، اللي ما تصحش ارادته حقا بدري بدري كده في سلوكه الى الله، لا يزيده مرور الايام عليه الا ادبارا. يعني لو جهتك متوجه انت الى غير ربك في البداية، كل ما يمر عليك ايام كل ما يزداد بعدك، انما اللي صح جهة قلبه من الاول يبقى ايه، يزداد قربا مع مرور الايام. وعلشان كده لازم في البداية يكون البداية صحيحة، تكون بداية على شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بطريقة البوذية واليوج وتهذيب النفس بطرق غريبة الشكل زي في مدارس الهند وغيرها وغيرها، ويقول لك ده أصله بينام على كرسي فيه مسامير ولا سرير فيه مسامير علشان يخالف نفسه، يوم بعد كده يروح مدخل المسمار النحيادي ويطلعه النحيادي من غير ما يخر دم، كلها كلام تهذيب للنفس، لكن لا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقته صلى الله عليه وسلم. يجيع نفسه، يقعد في وسط التعابين، ما يستحماش، ما يخشش مش عارف ايه، يقعد ما يتكلمش الناس 20 سنة، وهكذا. تبص طرق كتيرة لمخالفة النفس، عاملينها مدارس كتيرة وليهم مؤلفات، كل ده لا يصلح، مش هيوصلك، مش هتوصل الا لما تحسن البداية اولا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وطريقته التي هي الأصل في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وكل طريق غيرها مسدود، لأن هناك من تخرق لهم العوائد وليسوا من المسلمين وبيجيبوهم في التلفزيونات، مش كده برضو، بيمشي بيسلك طرق غريبة الشكل لحد ما يوصل لمرحلة انه يبقى قوي على نفسه قوة شديدة لدرجة انه بقى يقدر يعمل حاجات تخرق له العوائد، لان كل ما تخالف نفسك شديد كل ما تخرق لك العوائد. فخرق العوائد ليس علامة صحة الطريق، على فكرة خرق العوائد ليس من علامات صحة الطريق، لكن خرق العوائد قد يكون في اثناء الطريق يحدث وقد لا يحدث كمان. وعلشان كده سيدنا الامام الشافعي فهم القصة دي، سيدنا الامام الشافعي كان فهم عالي، كان يقول ايه، لو سار على الماء وركب الهواء، يعني خرقت له العوائد، ادي معناه مختصر خرق العوائد. سألت عن عمله ان كان مطابقا لسنة الله وكتاب الله او على شرع الله، يعني كانت له كرامة والا فهي من الشيطان. ما تضيعش وقتك معاه بقى، ده يبقى حاوي، هتضيع وقتك مع حاوي مالكش دعوة، ما هو اصل الناس عايزين الولي يبقى حاوي، يحط ايده يطلع كتكوت من جيبه وبعدين يعمل كده مش عارف يطلع عسل وبعد كده يطلع لبن وكده، انت عايز بقى حاوي؟ لا،
لا، الحكاية مش كده، الحكاية مش كده خالص. الأمر لازم تمشي في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي طريقه أضمن طريق، مش أضمن طريق ولا طريق سواه. مش في بدائل، ده ما فيش بدائل، ده هو طريق واحد، هو طريق النبي. والحمد لله طريق النبي له طرق كثيرة في التطبيق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالطرق كثيرة وكلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسة، وعشان كده تتعدى الطرق التربية على سنة الله ورسوله. يقول لده لا تغضب، يقول لده لا تسأل الناس أحد، يقول لده مثلا تفرغ للعبادة، يقول لده اسعى في طلب الرزق في السوق. يدل كل واحد على الطريق الذي يوصله إلى ربه. وقال أبو عثمان: المريد إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره. يعني المريد لما يسمع حاجة من حقائق أهل القرب إلى الله وينفذها بالفعل كده ويقوم بحقيقتها وواجباتها، تثمر حكمة في قلبه إلى آخر عمره، ينتفع به. ولو تكلم به انتفع به من سمعه، ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها. هكذا هكذا اللي هو بيتخلق بخلق ليس من أخلاقه، ممكن يقول كلام حفظه لكن بعد وقت ينسى هو كان بيقول إيه. لكن اللي يقول حاجة هو عايشها مش هينسى أبدا، لأنه ده بيوصف حاله، واللي بيوصف حاله عمره ما هينساه. وقال الواسطي: أول مقام المريد إرادة الحق سبحانه بإسقاط إرادته، يعني اختياره. يبقى أول الإرادة إسقاط الإرادة، مش كده برضو؟ أي أول اختيار الوصول إلى الله إسقاط اختيار النفس التي تحجبك عن الوصول إلى الله. وقال يحيى بن معاذ: أشد شيء على المريدين معاشرة الأضداد. المريد الوصول إلى الله ده مش عايز معوقات، مش كده برضو؟ فأكتر حاجة تضايقه في طريقه إلى الله أي عائق يمنعه من السير إلى الله. يبقى أي حاجة ضده في الطريق تضايقه، حاجة بتشده، أي شهوات، أي رغبات، أي أشرار في الطريق يريد أن يقطع عليه الطريق، كل ده دي أشد حاجة على المريد لأنها بتعطله. وانت رايح وسايق عربيتك اخطر حاجة خايف لا تصط في عربية تانية تعطلك، العربية هتعطل وتنزل تصلحها، ويمكن كمان الواحد يتكسر ويقعد في المستشفى شهرين يصلح في عظمه، وفين كان المفروض يوصل من زمان. وعلشان كده اشد حاجة على المريد ايه؟ معاشرة الاضداد، يعني كل ما يشغله عن ربه، يبقى دي اسمه ضد. خلاص، حاضر، نقف هنا ما يجراش حاجة، ونقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله. احنا فاضل لنا يمكن السبت اللي جاي واللي بعده، وبعد كده اجازة باذن الله رب العالمين شهر 8 كله، وبعدين يجي رمضان ناخد اجازة شهر رمضان كله، وبعدين ان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. ده اجازة في الحكومة، احنا مش حكومة. ان شاء الله احنا هناخد شهر 7 ماشيين كده زي القطر ان شاء الله لحد ما نخلص شهر 7، ويبقى عندنا شهر 8 اللي هو اغسطس هناخده اجازة كله، وبعدين نبدأ من شهر 9، وبعد كده هنرتبط بشهور الهجرية، اول ما يبتدي رمضان ناخد اجازة في رمضان ان شاء الله. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاة على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.